السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل ما هو جميل كجمال قلوبكم، حياكم الله. صباح النور، صباح الخير، صباح النور والسرور والقلب المسرور والوجه المبشور، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام. شكرا لكم أيها الطيبون المحترمون، شكرا لكم على التعليقات الجميلة، شكرا لكم على الردود الطيبة، شكرا لكم على المتابعة القيمة، شكرا على لايك، شكرا على الاشتراك وثقتكم في القناة. إذن مشاهدينا الكرام، تتم للفيديو ديال الأمس عملية وضع فندوات. مشاهدينا الكرام، اليوم غادي نشاهدوا عملية وضع الفندوات من خلال هذه الرافعة جرو موبيل العملاقة مع فريق لوفاج. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إذن أول حاجة مشاهدينا الكرام اللي كيخدموا عليها، وهي تثبيت الكابلات على فندوات من كلتا الجهتين من خلال 4 ديال الكابلات. لأنه كتهز لنا أطنان وأطنان وأطنان ما يزيد على 40 طن تقريبا في كل وحدة، للطول ديالها تقريبا 21 ديال المتر. ما شاء الله، كتل خرسانية ضخمة وكبيرة جدا. إذا بعد قليل تتم عملية الرفع بحول الله، ونتمنى السلامة لكل العاملين. إذا عملية الرفع هي غتبدا من بعد ما تم فيكساو لينا لي كورد. من بعد ما ثبتوا لينا هاد الحبال الفولادية، لاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، غادي تتم عملية الرفع ووفق معايير وتعليمات وتوجيهات مضبوطة. إذا الإشارة الانطلاق غتبدا. إذا الكرو عطات الانطلاقة، الحبال بداو كيترفعوا مشاهدينا الكرام. إذا نخليكم مع هذه المشاهد ديال عملية الرفع.
وهكذا كان مشاهدينا الكرام تتم عملية تركيب الفندوات كيف ما شاهدتوا معنا. هذه هي الطريقة مع فريق اللوفاج، فريق محترف مشاهدينا الكرام. باش تركب راه ما ساهلش، كتحتاج الفريق تقنيا ومؤطرين ومهندسين تبارك الله ما شاء الله اللي ركبوا لنا هاد الفندوات، فريق من الحريفية ديال بصح رفقة فريق هلاوي. وعندنا هنا فريق ايضا اللي كيشبك لنا هنا الحديد مثلا، او اللي غادي يرميو لنا لي دالون هنا، او اللي غادي يرميو لنا الظلام مباشرة بعد ما وضعنا الفندوات. فغتنتهي العملية ان شاء الله اليوم، غادي نركبوا هاد الفندوات بحول الله. ولي بري دالون راه تاهما جاهزين كيف ما غادي تلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، غيترمى ورموا الطالة ومن بعد غنديروا عملية اسفلت الطريق، وما شاء الله القنطرة غتصبح جاهزة ناضية قاضية بحول الله. إذا الكرو من بعد ما وضعت لنا الفندوات ها هي غادي ترجع بحول الله باش غادي يهزوا لنا الفندوات. وهذا جانب من الجماهير مشاهدينا الكرام، من المواطنين اللي سمحوا كيعشقوا وكيتابعوا هذه المشاريع التنموية اللي ولات سبحان الله واحد الثقافة عندنا ما شاء الله، ثقافة البناء والتشييد ما شاء الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. وتحية لفريق الاس تي بي ان شاء الله، هما اللي غيصوبوا لنا الدالون هنا مع رفقة فريق الهلاوي ايضا ما شاء الله، تعاون كبير. اذا اللي دالون مشاهدينا الكرام هما هادو الفندوات مشاهدينا الكرام، ها هما تركبوا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، إذا عندنا هنا خمسة ما شاء الله، باقي ثلاثة غادي تركبوا. إذا كيتوضعوا الأماكن ديالهم كيف ما كتلاحظوا معايا ما شاء الله، اللهم بارك. إذا مشاهدينا الكرام هذه نظرة شاملة وموجزة عن الأشغال بصفة عامة. إذا ها هما دازوا فندق رقم 6، اللهم بارك. إذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أخوكم سي محمد من قناة مشاريع المغرب، يحييكم إلى اللقاء يا أصدقاء. وما تنساوش خوتي من لايك، هذا هو المغرب، المغرب بناء وتشييد، وعاش الملك وما كاين غير الله، الوطن الملك.